يا إخواننا، لا شك أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم عظيمة لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى، فيجب علينا أن نعنى بهذه النعم. سبحانه وتعالى أكرم الإنسان، أكرم آدم عليه السلام وهو أبونا، أكرمه سبحانه وتعالى بأن خلقه بيده الكريمة ونفخ فيه من روحه العزيزة، وهو سبحانه وتعالى أمر ملائكته أن يسجدوا لآدم تكريما له ورفعا لشأنه، ثم إنه سبحانه وتعالى أنعم على بني آدم بما لم ينعم به على غيرهم، فأنعم عليهم بالعقل، هذا العقل الذي الله سبحانه وتعالى ميز به ابن آدم على غيره، فهو الآن يعرف ماذا ينفعه وماذا يضره، وما هو الطريق المستقيم وما هو الطريق المعوج. هذا فضل عظيم من الله. وفي نفس الأمر حفظكم الله، حينما أبى إبليس أن يسجد لآدم حسداً وغلاً وإظهار عداوة والعياذ بالله، حينما كان هذا العدو متربصاً لآدم ولبني آدم، الله سبحانه وتعالى أنعم على هذا الخلق على وجه العموم، أنعم عليه بإرسال رسله وبإنزال كتبه فيهم الهداية والتوفيق إلى ما يجب علينا نحو إلهنا العظيم، هذا الإله العظيم الخالق الرازق القادر على كل شيء، هذا الإله العظيم الغني المغني، هذا الإله العظيم الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الله سبحانه وتعالى أرسل رسله وأنزل كتبه، تابع الرسل على بني آدم ممن التوى وطاع الشيطان وعصى الرحمن، فجاءت الرسل منذرين ومبشرين، وتتابع الرسل عليهم الصلاة والسلام بمنة الله سبحانه وتعالى على عباده وإرسال الرسل إلى عباده لبيان الحق من الضلال ولبيان الهداية من الغواية. والحمد لله قام الرسل عليهم الصلاة والسلام بواجبهم نحو البلاغ ونحو البشرى ونحو الإنذار، قاموا بواجبهم، أدوا الأمانة ونصحوا للأمة، وكان آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، رسولنا وسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الكريم الذي اختاره الله سبحانه وتعالى ليكون للناس بشيرا ونذيرا وهاديا ومبصرا ونذيرا، والحمد لله رب العالمين. ثم أنزل كذلك مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، أنزل القرآن، هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، الأمة الإسلامية. يا إخواننا، لا شك أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم عظيمة لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى، فيجب علينا أن نعنى بهذه النعم.